من المؤشرة المقلقة الندوة التي صنعت صنعا وحشد لها قبلا شخصيات وازنة لا علاقة لها بالثقافة ولا بالفكر، أناس غارقون في السياسة والمخابرات والسيادة العليا للدولة والمغرب العميق جاءوا لهذه الندوة ليباركوها. المفارقة المضحكة المبكية، هذه الندوة نظمت في المكتبة السعودية، أي أنها نظمت في مؤسسة يهيبة من دولة لا تربطنا بها الدارجة وإنما يربطنا بها العربية والإسلام، فأي رمزية مقلوبة وبأي منطق ذهبوا إلى هذه المؤسسة؟ كان الأولى أن يذهبوا إلى المركز الثقافي الفرنسي حتى يكشفوا عن المصدر الأصلي للدعوة ويريحوا ويستريحوا، على الأقل يمارسوا الكفر ما يمارسوش النفاق. بعد أسبوع يتم استوزار ثلاثة من هؤلاء الحاضرين. هذا الذي دعا إلى هذه الندوة وختمها بتوصيات رفع إلى الدول الملكي وإلى رئيس الحكومة وإلى البرلمان، اقترحوا فيها أولا إلغاء ما تبقى من الكتاتيب القرآنية، حارقة على قلبه المغرب ما بقاوش الكتاتيب القرآنية وقال خص تحيد، إلغاء ما تبقى من الكتاتيب القرآنية. التوصية الثانية تدريس السنة الأولى والثانية من التعليم الأساسي بالدارجة. التوصية الثالثة الاستمرار في تدريس العلوم في الجامعة باللغة الأجنبية والنزول بذلك إلى الثانوي والإعداد. وكل اقتراح من هذه الثلاثة يتصادم مع أخويه وثلاثتها ووجوه لعملة واحدة، في الذي كره القرآن ويخافه ويحقد على الكتاتيب القرآنية، والذي كره لغة القرآن التي هي اللغة العربية ويحقد عليها، والذي يعبد اللغة الفرنسية ويخبئها بكلمة لغة أجنبية. بالمناسبة في العالم التالي ديما كاين ديكودور، أنا أعطيكم ديكودور كبرلماني 18 عام وكأستاذ لسانية 35 عام، فين ما تلقاو اللغات الأجنبية في أي خطاب في المغرب عرفوا وراء اللغة الفرنسية وتتخبى وراء اللغات. بحال أمريكا ملي كتقرر الهجوم على شي خصم وكتقلب على شي تحالف مرقع وكتسمي التحالف الدولي، بس وقال الهضره كلها التحالف، قوه التحالف تقصبه، التحالف يقصف داعش وراء امريكا. ولكن امريكا واخا تدبر كي قال مايكل مور على كوستاريكا على جمهوريه من جمهوريات البنان، كتسمعوا بهذوك جمهوريات الموز اللي كاينين في امريكا الوسطى ما عندهم حتى شي كتحكم فيهم شركه امريكيه اسمها شركه المنتوجات الفلاحيه الامريكيه. وشوفوا الفيلم ديال فارنايت 119 ديال مايكل مور، عملاق الفيلم الوثائقي المناضل، واللي من 20 عام ما دالوش واحد السعفه الذهبيه في مهرجان كان، واحد وجوه المناهضه للامبرياليه وهو امريكي والمناصر للقضيه الفلسطينيه وعدو اسرائيل. شوفوا الفيلم ديالو فارنايت 119 وشوفوا امريكا ملي كتقرر شي قرار كترقع شي دول معدتها بشكليطه مصديه وكدير بها تحالف وتقول التحالف الدولي. من اللي يقول لكم اللغات الاجنبيه الانفتاح على اللغات الاجنبيه؟ راه فرنسا بها حيت المعال هو هذا الفرنسية، ما يقولش يكذبوا علينا. الأمر يا ولا خدمة، ولا غنقول لكم لو كان المغرب بلد ينفتح على اللغات على الأقل يخلي الأمر الواقع. نحن دولة وحيدة بتولينا باستعمارين لا استعمار واحد، على الأقل خلى فينا أمر واقع هو اللغة الإسبانية في الشمال والجنوب واللغة الفرنسية في الوسط. يا سيدي ملي جينا لهذا الانفتاح على الأقل نخليو الإسبانيونية في الشمال كمكسب في إطار الانفتاح. لا، أنفقنا كدولة مغربية مالا وجهدا على مدى 50 عاما لفرنسة شمال المغرب وطرد إسبانيا منه وإحلال فرنسية فيه، وقدمنا خدمة للاستعمار ضد الاستعمار وكنا وكلاء أغبياء على أرضنا ضد لغة استعمارية لفائدة لغة استعمارية. وهكذا تمت إجبار سكان الشمال على أن يرحلوا من الإسبانية على الأقل رسميا، لغة الإعلام، في لغة الإدارة، في لغة التعليم. أما على مستوى الدارجة راهم حالين فمهم في البارصة كما حنا حالين فمنا في حوايج أخرى ومسالين قبنا حتى واحد فينا ما استقل استقلال حقيقي لا شعبيا ولا رسميا. ولكن الواقع انه انا باش اكتشفت هذا الشيء واحد النهار احنا في البرلمان وما يقلبوها فرنسويه معنا الاخ ديال السي الامين بوخبزه من قياده حركه الاصلاح ومن قياده الحزب العدالي التنميه، قال لي ما السي محمد اش هذا الشيء هذا؟ القانون المغربي ينص على اللغه العربيه واللي حرفت ليدو بالدارجه دون فرنساوي ويدور في واحد من دوك المتفرنسين. قال لي لا سيدي هذا امر واقع، قال لي امر واقع هو بلا خريطه بالريطه بالسبلوني. قال لي ما انا ترجمه انا سيدي انا سبال لي انا الاستعمار ديالي انا افتخر باستعماري، كل يدافع على استعماره انا ندافع على اسبانيا. هذا السورياليه، هذا المشهد السوريالي في المغرب، ولوريكم ما كاين لا تعدد ولا انفتاح، كاين العباده الفرنسيه. والذي دعا الدارجه في المغرب هو عبد من عبيد فرنسا ورجل عاشق للفرنسيه الى درجه العباده من دون الله، ولا يتكلم في بيته مع اولاده واحفاده الا الفرنسيه، ولا يعبر الا بالفرنسيه. ونهار رتبوا ليه، وهذا المؤشر الثاني المقلق، نهار رتبوا ليه الندوه اياها ثلاث ايام هما كيديروا ليه الكوتش
واحد الشركه متخصصه في التدريب باش يعرف يدير هذيك المهزله اللي دار قدام عبد الله العروي. اما هو رجل لا يتكلم الفرنسي ولا يتذوق الفرنسي ولا يعرف الفرنسيه، وراكم شفتوا في هذيك الندوه كيفاش ملي بغى يعطي امثله. راكم نحل هذه العربيه المعقده، الطريق، السيار، لوطوروت. ولما رديت عليه الرد الفعل كان هو النكته الامازيغيه. يبا انا بالنسبه لي معركه واضحه، شحال واحد قال لي كيحاربوك على فلسطين، قلت له 30 عام وانا كندافع على فلسطين، ماش واحد ما هاجمني. نهار هاجمته في 5 الفيديوهات وشافوها اكثر من 95,000 مغربي، الغد اللي صنعوا لي النكته ديال الامازيغيه. كان جاهز، انا قلبوا عليها 4 سنين ودبروا عليها محاضره فيها ساعه و40 دقيقه، ولقاو ثلاثه الثواني وجبدوها وداروا بها معركه. وليت الصباح ملي كنوض كنسحب راسي انا هو اللي قاتل كينيدي 25 زران بالمنشط العريض، نكته سواسه وما كايناش سواسه كاع في كاين لا سين لا ولا سين. ولهذا هذه هي المعركه، وانا كنائب برلماني عشت المرحله ديال وضع صياغه ووضع قانون ديال اكاديميه محمد السادس. نعود لكم لقطه من معركه ديال 3 سنوات والت الى ما سمعتم هو وما كاين والو. جينا لاتفه ماده اللي ما تيدافع حتى واحد، راه كيوصلوا كينوضوا حتى واحد ما كيدافع، وهي ديك الماده الاخيره في اي قانون كتسمى مقتضيات انتقاليه. وهذه المقتضيات الانتقاليه كدير باب الواقعيه انك تنتقل من وضع لوضع. داكشي عاده ما كنتو كيديروها غير في مرسوم، كيقول المقتضيات الانتقاليه تفصلوا بمرسوم وكيدوزوا. اش داروا لنا في المقتضيات الانتقاليه؟ حنا اللي عشنا ديك الساعه حنا كنا غير 9 في البرلمان، وكنا قلنا مقسمين على ملفات، كاين 4000 ملف، حنا مقسمين على 9 ملفات. ما نقدرش انا كنت شاد هذا الملف واشتغلت عليه. جينا المقتضيات الانتقاليه اش قال لك؟ يتم حل جميع المؤسسات التي تخدم التعريب في اشاره واسعه الى مع التعريب وغيره، ويتم يعني احاله اموالها ومقراتها ومواردها وارشيفها الى تحل حل المغرب ضاق بمن يدافع عن اللغه العربيه وبغى يوحد كل شيء فيه. وذلك بعد 3 سنوات من نشر هذا القانون في الاداره الرسميه. الاستاذ عمر الفاسيل فيه كان ديك الساعه كاتب الدوله المكلف بالبحث العلمي في اطار وزاره التعليم العالي، كان شاد ديك الساعه خالد عليوه، يعني كان في المنصب اللي فيه الاخت ديالنا الان سمية بن خلدون. راه السي عبد القادر وهو ديك الساعه في بي بي اس وانا في العداله والتنميه، هو ماركسي يساري وانا اسلامي، هو في الحكومه وانا في المعارضه، ولكن كنصلي وقت ما تفكرت وكندعي معاه، لان هذاك الموقف اللي دار معايا انا بكيت بالتاثر وما عمري نساه. قلت له السيد الوزير انتبه مزيان، انه سيتم حل كل من اي مؤسسه شعبيه او رسميه او حكوميه ومصادره اموالها ومقراتها وارشيفها ومواردها البشريه خبراتها بعد 3 سنوات من نشر هذا القانون في الاداره الرسميه. هل اوتوماتيكيا اذا نشر هذا القانون ستقوم المؤسسه؟ قال لي مالك على سوء الظن، مالك ونحسن الظن، وحنا كنتمناو انه بعد 3 اشهر تحط حجر الاساس وبعد سنه تكون المؤسسه شغاله. قلت له الله يرحمه غادي نحط لي غير افتراض ديال 1 في المليار، وإلا ما كانش هذا الشيء بقيت نتلف فيه حتى بكيت. وهو الوزير والاغلبيه معاه، حنا اقليه وكان ممكن يطحني دستوريا قانونيا ديمقراطيا يدوز فيها. قال لي مزيان، قلت له راه غادي تحاسب على يوم القيامه. الله سبحانه وتعالى غادي، انت درتي قانون رائع بالمناسبه بين قوسين من احسن القوانين التي عشتها 18 عام في البرلمان، قانون احداث اكاديميه محمد السادس. علاش؟ حيت بعض المرات التقليد كيجيب له فيه التيسير، مشاو خداو القانون ديال اكاديميه اللغه الفرنسيه. وحيت مزيان هذاك القانون اش فيه؟ فيه ماشي مؤسسة ديال التدارس الفكري، الطرف الفكري، لا، مؤسسة عندها السلطة لحماية اللغة العربية، من البنود اللي فيها أنها يمكن لها تمشي توقف واحد المشروع اقتصادي لأن مكتوب الاسم ديالو بالفرنسية. معناها عندها سلطة التدخل في مناهج التدريس، عندها سلطة التدخل في المؤسسة الدولة، عندها سلطة التدخل في الاقتصاد والإعلام. مبدئيا قانون جيد، وحنا طورناه، تعاوننا عليه كمل، صوتنا عليه بالاجماع، وكان عندنا عرس لا معارض ولا حكومه، وهذه من الامور اللي نشهد بها لحكومه عبد الله عبد الرحمن اليوسي بكل صدق واخوه واخا مختلفين معاهم وهما الان في المعارضه. وملي جينا لهذا البند انا عقت به بانه ديخيه وانه خطير. غادي من بعد 3 سنين اكاديميه ما تقومش وهذيك الهيئه تتحل. ملي قلت له شوف الله ديك هو بني على سوء الظن، ناض هو اتخذ القرار وعدل، دار بعد 3 سنوات من الشروع الفعلي لأكاديمية محمد السادس. أنا كنت متشائم وديما كيقولوا أبو زيد يهويل، أبو زيد في التشاؤم، كنت متشائم وقلت بعد 3 سنين ما غاتكونش الأكاديمية، دابا بعد 13 عام ما كايناش. السؤال من يمنع الأكاديمية؟ السي فؤاد بوعلي تيتكلم لغة مؤدبة، أنا ما نعرفش هذه اللغة المؤدبة. ماشي مسألة القرار السياسي. واش يقتنع المسؤول السياسي؟
واش تخليه لالا فرنسا؟ الحاكم الفعلي في الأمر في المغرب 1912، وانا كنقولها وما كنخبيهاش، المغرب ككثير من دول العالم التالت ما عندوش استقلال حقيقي، لم يستكمل عنده شي غير وحده الترابيه، استقلال سياسي ما كاينش. فرنسا عندها خط احمر، الدول اللي استعمرتها كيما بريطانيا عندها خط احمر، كيما امريكا عندها خط احمر، كيما روسيا بقى عندها خطوط حمر واللي دوا يعرف. ولهذا الى ان تسمح لنا فرنسا يمكن ناسسوا المؤسسه ديالنا اللي هي اكاديميه محمد السادس فاروق. وانا اقول هذا حتى باستفزاز الحكام، بغيت يسمعوا، بغيت الحكام المغربي يسمعوا انني استفزهم واقول لهم ان سيادتكم مرونه في باريس، فبرهنوا لي على انكم مستقلون عن باريس ودشنوا غدا ايها الحكام المغاربه المسؤولون من فوق لتحت، شنو حطوا لي غدا الحجر الاساس ديال اكاديميه محمد السادس باش نعرفكم فعلا مستقل. ديك الساعه حكموا ابو زيد على انه يتهم هذا الوطن بانه وطن غير مستقل. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.